بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل ما يعرفوني؟ هل ما يعرفونيش؟ نحب نعرف بنفسي كفيديو، كبداية أول محاضرة في أي شابتر. ما أعرفش أنا ليش بعمل زكي، والله ما عندي فكرة، لكن هي تو الساعة 6:15، 6:15 فجرا، من الساعة 3 وأني نسجل، فلي 3 ساعات متشنج، فلي تو قاعد مزت غيرتك غيرت مكيف، فسامحوني خلاص. محمود زقلا خريج كلية الطب بشري، لي وقت هلبة انقري. بعتولي أصدقائي من طلبة زنتان اللي أتمنى لكم مستقبل كبير كبير هلبة، تبدو كحاجة تفخر بها عائلاتكم وتفخر بها أنفسكم قبل كل حد، ويرضى عليكم الله فوق من هذا كله، وينفع بيكم العباد وأي حد بشري عباد. شوفوا جماعة، شوفوا، سجلت كورس حيوان عشانك مادة هي تتسجل، فكان شني كان الجماعة ما يعني في جامعة زنتان مختلف في المنهج بتاعهم شوية عني الفيديوهات اللي سجلتهم في جامعة طرابلس أو لطلبة جامعة طرابلس، فحبيت إني يعني نقدم فيديو هيك نشرح فيه شابتر. أنا نزلت إعلان للكورس ومش عارف هل حنوفق ولا لا، لأنه والله والله قاعد يعني فوق راسي، كله فوق راسي كورسات تلقوني إن شاء الله في البشري القدام القدام هالجماعة البشري والتقنية والأسنان والصيدلة، حتلقاني في هالبكرة حشيشتي يعني نعطي كورسات، حشيشتي محاضرات فيديوهات كذا. أسأل الله إنه يفيد بي أو يفيد بيكم، وخلينا ننتقلوا للكورس اللي حيبدأ في البداية. أول شابتر ما هو إلا مصطلحات، تحس التاكسونومي. شنو هو التاكسونومي؟ هو مصطلحات، هو مصطلحات لكن مش مصطلحات بالضبط. كيف؟ أنا حنتكلم عليه البرانشز أو أجزاء البيولوجي، علم الأحياء. علم الأحياء معناه أنت بتاخد كل حاجة حية وابدأ أنت شنو يقسمها قسمها قسمها قسمها. إحنا كيف البشري كتخصصات طبية عندنا بعض التخصصات اللي بنقراها، والباقي شني الباقي ما يهمناش. مثلا في من أقسام البيولوجي مادة الأناتومي. أناتومي هذه شني إنك أنت تقرا ستراكتشر. ما معنى ستراكتشر؟ شو معنى الأناتومي؟ أناتومي يعني التشريح، تشريح بقى ستراكتشر أوف living things، يعني شنو؟ تعال اخوت فصص التركيب امتاع الكائنات الحية. شنو اقصد بالتركيب؟ معناها عضلات، الياف، غدد، اعضاء، شرايين، اوردة، شعيرات، عظام، وهكذا. وقعد تسمي كل حاجة بروحها. سنة اولى وثانية طب بشري حتى تهبلوا بها. بكتيريولوجي، اولوجي طبعا اي اولوجي معناها علم. بكتيريو بكتيريا، انت بتقرا فيها شنو؟ البكتيريا. وهذه طبعا بكتيريا اسمها ستافيلوكوكس اوريس. من اللي ما تحفظش مني الاسم توا، كيف عرفتها؟ لان ستاف متجمع مع بعضها، كوكا يعني كوكا مكركبه، اوريس لونها ذهبي. هذه احد اشهر اعداء الجسم اسمها ستافيلوكوكس اوريس. دورنيش انت، بس خد المصطلح هو اللي هو شنو هو. بايو كيمستري هذه التخصصي اللي نحب نقري فيها اكثر ماده نستمتع بدراستها او بتدريسها، لانها مش عاديه كعظمه الله في الجسم. بايو معناها حيوي، كيمستري معناها كيمياء. قد يتخيلك قصدك كيمياء يعني معادلات كيميائيه وتفاعلات كذا، مش بالشكل هذا، مش بالشكل هذا. حاجه جميله جدا التفاعلات الحيويه، الكيميكال بروسيس في الكائنات الحيه. كلام عظيم، وبروتينات وجماعة الصالات وجماعة السمنة وجماعة الكذا، جو مش عارف. بوتاني تقروا فيها توا، هي النباتات. بوتاني صحيح. سايتولوجي، سايتو معناها خلية، أولوجي علم الخلية. تقرا الخلية في وظيفتها، تركيبها، المواد الكيميائية اللي فيها. وهذا يعني الكورس بتاعي اللي موجود على اليوتيوب مجانا، يعني نبدو بالسيتولوجي في علم في كلية طرابلس، وحتى في الزاوية والغريان وكذا. ما فهمتش علاش في زنتان كي يعني، ما اعرفش بصراحة. ديرما معناها جلد.
ديرماتولوجي يعني انت بتقرا سكن. انا اعتقد ان الكلام صعب طبعا، يعني ليش انا توني ما بيش نحفظك في الفيديوهات، نحب نخليهم قصار، انت قاعد تتفرج عليه اكثر من مره، حط ما تسرعنيش ارجوك ارجوك ما تسرعنيش. ف تحاول انك انت عشان تكون يعني خود العلم بشويه بشويه، خير ما يعني اللي يجي بسرعه يمشي بسرعه. ايكولوجي، ايكولوجي هذه علم البيئه، علم البيئه. احنا في 2000 و 2005 ايه 2005 لا 2006 2007 ايه 2006 2007 ايامها تاني اولى ثانوي، جابوا لنا ماده استحدثوها في النظام الثانوي التخصصي، ماده اسمها علم البيئه. يا عليك نفخ يا عليك نفخ، على الاقل بالنسبه لواحد كان عمره اولى ثانوي، عمري قداش وقتها 15 سنه، كان نفخ اقسم بالله نفخ. ايكولوجي، شوف بالله عليك نحب ديما نسال سؤالك، جو 2007 2007 وين كنت؟ 2005 2006 2007 وين كنت؟ ابتدائي اعدادي تسوي ابتدائي ما يعرفش، ممكن قاعدين ما قريتوش، جاوبوني جاوبوني، خلوا تعليقك للذكرى. بس ايكولوجي بهي هي الانتر ريليشن شيب، انتر ما بين ريليشن شيب، كلكم تعرفوا الريليشن شيب شو معناها. الانتر ريليشن شيب اللي هي العلاقة التداخلية بين الاورجانيزمز والانفايرمنت بتاعهم، يعني الكائنات الحية والبيئة بتاعها، نبات شجر حيوان، نبات شجر نباتات حيوانات وبشر، وكونكشن بيناتها البيئة. ابيديميولوجي، ابيديميولوجي هو الاول ما اكتشفه عالم اسمه جون، شو والله اسمه جون سنو، ممكن تعرفوا الاسم، مر عليكم مر عليكم. نعم نعم، في جيم اوف ثرونز جوت. الابيديميولوجي هذا علم الاوبئه، هذا الاساس اللي ماشي به الطب في العالم، هذا الابيديمكس. ابيديمكس زي لقطه الكورونا، ابيديمك اللي هو وباء، علم الأوبئة، وايد سبريد ديزيز، الأمراض اللي تطلع وتضرب في العالم كله، آخرها آخر وآخر إبيديميك هي كانت بانديميك، بانديميك يعني كل، إبيديميك تطلع في منطقة في العالم كبيرة هيك، لكن بانديميك على كل الكوكب. إبيديميولوجي هذا علم الأوبئة، يعني إن المرض ينتشر في العالم كله، وكيف نقروه وكيف نحمه وكيف نقوم ونروحنا منه، و و و و و و تقروه إن شاء الله في سنة رابعة طب بشري. انتومولوجي، انتومولوجي هذا علم الحشرات انسكتس بانواعها، وما يهمنا شيء احنا مش لينا. ايثولوجي هي هذا علم الانيمال بيهيفير، كيف الحيوانات المفترسه كيف كيف تتعامل الحيوانات مع بعضها، وكيف الاصناف تفترس بعضها او تتكافل مع بعضها، مره تلقى مثلا جاموس في عصافير فوق جوهم مليح، هذا انثولوجي ايثولوجي اسف. جيناتكس، جيناتكس علم الجينات، تقروا في سنه اولى في ماده اسمها الهيستولوجي اللي هي الانسجه. البروسيس باي ويتش جينيتك انفورميشن، المعلومات الوراثيه هذه تنقل من الاباء تو اوف سبرينج او الجينيتس اوف هيريديتي، اللي كيف ننقل الى الاجيال اللي بعدي. جيناتكس. هيربيتولوجي، هيربيتولوجي هيربيتولوجي هيك تنطقها، هذه علم الزواحف، علم الزواحف. ريبتيلز في تنقسم الى ريبتيلز اللي هم شنو، اللي هم زي الافاعي اللي يزحفوا هيك بجسمهم هيك يعني زواحف اللي من الافاعي. امفيبيانز البرمائيات زي الضفادع احسن مثال. فهي شنو هم اللي يمشوا على بطنهم الريبتيلز؟ كروكودايلز زي ميني كروكودايل اللي هو التماسيح. اليجيتورز فهي الليجيتورز اللي نعرف حتى هي تمساح، كروكودايل نعرف حتى هي تمساح، لكن هل في فرق بين الالليجيتور والكروكودايل؟ انتم جاوبوني، انا والله ما نعرف. تورتلز زي التورتلز اللي هم ميني الففكرين. ليزرد السحالي، السحالي، وحتى السنيكس اخوتها ستو. الامفيبيان زي الفروكس بهي. التوتس، توتس انا والله ما نعرف شنو هم بهي، شوفات توتس نشوفوهم مع بعض.
شخصية علجوم علجوم. مرة في علم النبات، في علم الفارما، في علم الأدوية، انحل النب يعني لقيت نبتة اسمها ايفي، هي دواء كحة، ديما نلقى في ايفي 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 ايفي. فقلت شنو هي ايفي هذه؟ ترجمتها بالعربي طلعت لي لبلاب. انا ما استفدت شيء، لا جت لي ايفي ولا جت لبلاب، انا ما اعرفهاش. فزي العلجوم، علجوم هذا ضفدع الطين، حيوان برمائي باهي، علجوم باهي تمام. التوت سلامندر، سلامندر والله ما نعرفه، خلينا ان هذه مصطلحات مش ليا باهي، خلينا نشوفوها مع بعضنا. يعني انا تو باهي كائن برمائي باهي، هذا نزبطه، هذا اللي نعرفه، لكن هذا والله ما نعرفه. ف باهي خلينا نظبط الاليجيتر باهي، اليجيترز التمساح، الكروكودايل، كروكودايل تمساح. فهمت بصراحة عشان الفرق، ما اعرفش كروكودايل تمسيح اليجيترز what is the difference between. اه والله بنتعلم معكم. اها طلع في اللون، هو صحيح طلع الفرق بيناتهم في اللون 100 100 100 100 100 صحيح. انيورانس، انيورانس ما نعرف شنو هم. طبعا انت همان مصطلحات مفروض ما تنسلش فيهم، انما انت مش هتقدر تحفظ. بقصد ايش بها؟ اوكي انتفض علي هذا انيورانس باهي باهي، تفاضع سامة على فكرة، هذا اللي نعرف عنها، نفكر فيها قبل في كتب الحيوانات. ف مفروض إنها سام، مفروض إنها سام تمتد إلى عصر اليمية. تمام. إكثوميولوجي، إكثوميولوجي باهي، إكثيمولوجي باهي، علم البحريات، اللي مش بحريات، علم الأسماك. اكثيولوجي 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 اكزيتو هاي. المارين، مارين مثلا تو جماعة ون بيس يعرفوها، مارين فورد هاي اقوى ارك في ون بيس. انا ما بحبش ون بيس صح، ناروتو نحب، بليتش من الانميات الطويلة. على كل حال، او في حاجة اسمها اوشين، اوشينوغرافي، اوشين معناها محيطات، جرافي صور، يعني علم المحيطات، او مارين بيولوجي اللي هو السي كرييتشرز، الكائنات البحريه، الاندر ووتر انفايرمنت، البيئه، الشعب المرجانيه، مش عارف شنو هو، الصخور النادره، الحاجات اللي في تحت البحر، هذا كلها مارين بحر. مامولوجي، مامولوجي هو هي هو المامالز، شنو هي المامالز؟ اي حاجه اسمها الثدييات، اللي هي ذوات الدم الدافئ، اللي عنده مشعر او صوف او وبر او اي شيء، وهاف ميلك، لازم ميلك ماما، هذا في من يرضع هنا، في يبدا شيء تبدا الام ترضع فيه طفلها، واللي اكيد طبعا البشر يندرجوا تحت الثدييات، هذه ملاحظه يعني. مايكروبيولوجي، علم ميكرو دقيق، ميكرو معناها صغير جدا، ماكرو معناها كبير، ميكرو بيولوجي معناها كلمة ثلاثة كلمات، مايكرو صغير، بايو حيوي، أولوجي حاجة صغيرة، زي شنو؟ زي البكتيريا والفيروسات وغيرها. مايكوولوجي، مايكو معناها فطريات، فانجاي فطريات، سامة مش سامة مش موضوعنا. نيوتريشن هو علم الغذاء والصحة، نيوتريشن زي مثلا سكريات، بروتين وحليب ومشتقاته، او دهون او فروتس وكذا، هذه طبعا مش انواع الماكله كلها، احكي لك كيف الغذاء الصحي. اورنيثيولوجي، اورنيثيولوجي علم الطيور، والله لا نعرف نرسم غير تو، انا مجهد
ما عنديش جون ندير الكيك جون، نعرفو المهم نعرف نرسم غير مش تو. بالينثولوجي كيف تحسوا حاجة بالية؟ بالينثولوجي علم ال شنو تقولوا له مش قشريات، بري هيستوريك لايف اللي هو علم الحاجات المنقرضة ما قبل التاريخ، حاجات اللي قبل يعني علم الحاجات الزمان. باثولوجي مصطلح مهم جدا تاخذوها مادة في سنة ثالثة، ثاني أطول مادة بعد الباطنة في الطب، علم الأمراض. هي الأمراض اللي تسبب بسبب الكائنات الحية سواء بكتيريا أو فنجاي فطريات أو بروتست اللي هي الكائنات الباراسايت الطفيليات ولا الفيروسات. باثوس معناه سيكنس، أي حاجة تمرضك، سرطانات وغيرها، هذا الباثولوجي. والحساسية والأمراض المناعية الذاتية هذا كله تقرأ في الباثولوجي إن شاء الله. فيسيولوجي مادة من المواد المهمة في سنة أولى وتقرأها في سنة ثانية، هذه وظائف الأعضاء الفانكشن، كيف يحمل الجسم فيسيولوجي، فيسيولوجيا التفاعلات الكيميائية هي والبايو، تفهمهم تبدأ فهم الباثو والفارما إن شاء الله. هيك هيك القصة، هيك الربطة مع بعض. تاكسونومي علم المصطلحات او علم كيف ترتب الكائنات الحيه، فهي طبعا تسميه، علم تسميه التاكسونومي هو اللي هو الجن الصنف سبيشيز ثم الجينس ثم العائله ثم مكانتها الجدحة في العائله ثم الكلاس النوع ثم الفايلم كذا الكينجدوم اما مملكه. طبعا هي شنو؟ هي باديه من لوطه الى فوق، بادية من اللوطة إلى فوق، يعني مثلا شنو؟ المملكة الحيوانية ولا النباتية، ثم الفايلم تبع أما كائنة، طبعا هذه ترتيباتها هلبة، أما كلاس أما أوردر أما فاميلي أما جينس أما يعني إحنا البشر كيف نعتبره هنا سبيشيز من جين القرديات، القرديات من عائلة الهيكلية الثدييات، تبدأ تركب هيك بشوية بشوية. علم الفايرو، فايرو معناه فيروس، علم الفيروسات. الفيروسات يا جماعة شنو الفيروسات؟ هي عبارة عن شكارة فصلها إما دي إن إيه أو شكارة بروتينية فيها آر إن إيه، يعني كيس كوت، كوت معناه غلاف، وعندك شنو خلينا نقول الجين، جين يا دي إن إيه يا آر إن إيه، نفس الشيء، وشوية إنزيمات اللي هما هي لا هي معروفة حية ولا هي ميتة، هي مش خلايا حية، لكن لما تخش لجسم الكائن اللي بتمرض تولي حية، لأنها تسيطر عليه الخلية متاعها. ف no consensus on whether they are living، ما فيش اتفاق هل هي كائنات حية ولا لا. في حاجة تانية أصغر من الفيروس أو فيروس لايك ايجنت يسموه في برايونز، برايونز هذا أقل، هذا بروتين، هو الكوت بتاعك ممكن يكون بروتين وفصلة دي ان اي وار ان اي، لو في حاجة أصغر اسمها برايون بروتين. هذا نتفكر فيه في 2002 كنت في مصر هنايا، طلع حاجة اسمها جنون البقر. جنون البقر هذا كانت نشبع في تلفزيون فرنسا والسويد ومش عارف شنو، ياخذوا البقرة في الرافعة زي توا ويحطوها في النار يحرقوا فيهم أحياء هيك زي توا، علاش؟ إنهم صابوا ببروتين، البروتين هو ينتقل من عن طريق الاكل لحومها الابقار شنو اسمه الى البشر، يعني ينصاب الدماغ نتاعهم، هذا برايان. وكان في الاول كيف اكتشاف علمي جديد برايان، يعتبر 2002 قصدي، حاجه قصيره من 20 سنه. زولوجي اللي هو علم الحيوان او المملكه الحيوانيه، هذه اللي مفروض احنا يعني نتكلم عليها وناخذ فيها شنو الكلام كله، يعني خلاص يعني تبدأ أنت تخش في تفاصيلها، كيف تقسيماتها وكيف يعني الخلية بتاع الخلية الحيوانية اللي مفروض نكثروا عليها الدواء. بس هذا كل اللي عندي أقوله، أسأل الله إني أنا نكون إنك تكون فهمت مني. هذه محاضرة راح تكون مجانية، هنحطها في اليوتيوب وهنحطها في تليجرام، في حالة إن في حد يبيشني يستفيد او مثلا يحس في روح ان اوكي نبي نشوفها محمد زقلان في شتاتنا كيف بيشرح، نبي نشوفها. ما يعتبر شرح ويعتبر نسمي لك في مصطلحات ونترجم لك فيها،
ماهوش شابتر، هو للأمانة أنت مضطر إنك أنت غير تحفظ وخلاص. شو بتحفظ؟ أحفظ على الأقل الأسماء الرئيسية ومعناها في العربي في داخلك هيك. على الأقل مرات يسألك سؤال مثلا يقول لك العلم الذي يعنى بدراسة مثلا النباتات هو، وحط لك فراغات. شنو هو؟ بوتاني. العلم الذي يدرس سلوك الحيوانات انثولوجي. فهمت فكرة كيف كيف؟ فللأسف مضطر انك انت تحفظ، بس الشتات اللي ما فيهاش ما شرح، ما فيهاش شرح، ما ينفعش ان ما نحكمش بها على نفسك ولا على الدكتور ولا حاجة. انت بتقعد تحفظ حفظ مصمت. للأسف هذه ميزة وعيب. ميزة للي يحب يحفظ، اللي الحفظ عنده مش مشكلة، عيب انما مش ممتع قرايته. انا ما كنتش نحب نحفظ بصراحة، ف حيضايق ناس الشيء هو. لكن سواء يعني فهمت ولا لا، اتمنى ان اكون انا نجحت في توصيل الرساله بشكل بسيط بقالب خفيف هلبه. تلاقوا على خير في فيديوهات جايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.